شايف العيون السحاب، هي الحياة سرداب. شايف العيون السحاب بعد احتضار كن جسدها تراب. شايف العيون ضلمة والنور محلك سر، وقف على كلمة رسم في خيالك ظل. هي الحياة سرداب، شايفة العيون السحاب. هي الحياة سرداب، شايفة العيون السحاب بعد احتضار الروح يسكن جسد التراب. شايفة العيون ضلمة والنور محلك سر، شايفة العيون ضلمة والنور محلك سر، وقف على كلمة رسمة في خيالك دل. والصفحة فيها تنطوي عاللي انكتب، من فينا تاب من فينا غاب مين انغلب. والصفحة فيها تنطوي عاللي انكتب، من فينا تاب من فينا غاب مين انغلب. ومن المضاع الانصراف في يوم ما نور الشمس جوانا احتجاب. شايفاني يا شمس النهار كل اللي كان جوانا غاب. هي الحياة سرداب، شايفة العيون السحاب. هي الحياة سرداب، شايفة العيون السحاب بعد احتضار الروح يسكن جسد التراب. تعرف عليك؟ محمد بكر. اهلا محمد، ازيك؟ فريق رادار، اشمعنى الاسم الاول؟ يعني رادار على مصر، احنا بنناقش القضايا اللي بتشوفها الشارع المصري بالفن بتاعنا والطريقه بتاعتنا اللي احنا بنقدمها للناس. انتوا اللي بتالفوا وبتلحنوا كلمات؟ هو احنا ومعانا طبعا شعراء من بره، يعني ناس برضه يعني تبع البند، شغل انتاج طبعا. يعني قلت لي رادار علشان بتسلطوا الضوء على المشكلات اللي موجوده في مصر. اي مشاكل تخص الشارع المصري عامه. ده نشا مع الثوره؟ من بدايه الثوره لحد دلوقتي الحمد لله. ده معناه انه يعني نقدر نقول ان في يعني تيار جديد من الفن الشبابي اللي ظهر مع الثوره، او اداكوا فرصه للتعبير عن حاجات ما كناش بنعبر عنها وبنسمع عنها في اغاني قبل كده؟
اكيد طبعا ده موجود، وده دي الحاجه يعني الجديده، يعني اللي هو اللي هي اصلا ده المبني على الفرق الاندر جراوند، ان احنا مثلا تيم واحد كلنا بنقدم مع بعض الشغل عامه، يعني بنشوف ايه اللي احنا عايزين كشباب عايزين نوصله للناس وايه المشاكل عامه، فنقدر نحلها بطريقه لذيذه كده. بس قبل ما اسالك، وصلتوا لفين مع الناس والفن بتاعكم؟ يعني حاز اعجاب كتير من الجمهور وعمل جمهور ولا لا؟ لكن عايزك تعرفني الاول على اعضاء الفرقه. على الكاخون مانجر الباند وعازف القاعه عمرو بكر، صباح الخير، وكمانجه نوار مجدي عبيد، نوار صباح الخير، واحمد تاكو جيتار، وحميد واحمد على الكيبورد. اهلا بيكم. طبعا الفرقه اكبر من كده بس ده يعني اللي موجود نموذج من الفرقه. بس انت قلت لي اندر جراوند، يعني انتوا بتعزفوا في المترو؟ لا، مش بالمعنى ده. هو المسمى كده، لكن مش شرط. لكن مش شرط يكون في مترو، سواء احنا اصلا كده كده خارجين من الثوره وبتاع، فاصلا يعني شغل برضو الشوارع، يعني شغل الميدان كده. ممكن تشتغلوا في اي حته في الشارع اوبن اير، ده انتم متعودين عليه خلاص. ده شغلكم الاساسي. محمد، الفن بتاعكم شايف وصل للشباب؟ الحمد لله. قول لي الشريحه بتاعت الجمهور اللي بتروح لك وبتسمع لك. لا الحمد لله، احنا نزلنا يعني السي في بتاعنا كويس، عملنا حاجات في الساقيه، حفلتين في الساقيه، وعملنا اربعه في الاوبرا، ولسه منهم كان اخر حاجه في رمضان، والحمد لله يعني في جمهور كويس وبيتابع معانا الحاجات، لان احنا بنقدم الحاجه اللي تمسها الشباب نفسه. طب هتسمعنا ايه بقى؟ بس عايزين حاجه متفائله، بما اننا كده برنامج صباحي، فعايزين الناس مدعوه للتفائل. نقول حاجه بس للشباب اسمها شاب في العشرين. شاب في العشرين، شوف عامل ازاي، حالته ايه في مصر. ايش انا شاب في العشرين، عندي حلم يتيم، اتجوز وافتح بيت وابقى في السليم. انا شاب في العشرين، عندي حلم يتيم، اتجوز وافتح بيت وابقى في السليم. الشغل ما فيش وعلي حوارات، حتى لو كنت مندوب مبعات. والشغل ما فيش وعلي حوارات، حتى لو كنت مندوب مبعات. وهيطلع عيني شمال ويمين، في الاخر هقبض ملاليم. شبي في العشرين، عندي ألف عقدة، أرفد قلبي مين وأربط نفسي بوحدة. أنا شبي في العشرين، عندي ألف عقدة، أرفد قلبي مين وأربط نفسي بوحدة. وانا جيب مفلس، يا سلام لو كنت بقيت الريس. وازاي احب وانا جيب مفلس، يا سلام لو كنت بقيت الريس. ساعتها كان كل شاب يحب، وبلدنا حالها يبقى كويس. في العشرين عندي حلم يتيم، هتجوز وافتح بيت وابقى في السليم. انا شاب في العشرين، عندي حلم يتيم،
هتجوز وافتح بيت وابقى في السليم. سليم يا محمد. عايز اسمع منك حاجه كمان عشان ليا ليا لي يلي وسفخني بالقفا وقال لي بالشفا وسفخني بالقفا وقال لي بالشفا صفرني في دنيا حلوة بدماغ متكلفة صفرني في دنيا حلوة بدماغ متكلفة وسفخني بالقفا وقال لي بالشفا وسفخني بالقفا وقال لي بالشفا صفرني في دنيا حلوة بدماغ متكلفة صفرني في دنيا حلوة بدماغ متكلفة شفت الحمام رفرف على مصر رفرفة والظلم اللي في بلدنا في ثانية اختفى شفت الحمام رفرف على مصر رفرفة والظلم اللي في بلدنا في ثانية اختفى ما بقتش دنيا غابة ولا فيها ناس غلابة ما بقتش دنيا غابة ولا فيها ناس غلابة تتفلسف ليه يا بابا ديك أم الفلسفة وشرح لي بالبنية معنى الديمقراطية لا ايده مش عادية دي ايد مثقفة وشرح لي بالبنية معنى الديمقراطية لا ايده مش عادية دي ايد مثقفة لا ايده مش عادية دي ايد مثقفة وزنقني الليل بطوله في مكان ما اقدرش اقوله وزنقني الليل بطوله في مكان ما اقدرش اقوله اهو ام صبحت لولو وانا كنت مصطفى اهو ام صبحت لولو وانا كنت مصطفى وصفني بالقفا وقال لي بالشفا صفرني في دنيا حلوة بدماغ متكلفة احسنت يا محمد اتفضل حبيبي تحفظنا على على بعض الالفاظ اللي هي اندر جراوند زي انتوا بتسموها طيب محمد يعني الكلمات واللحن انتوا بتختاروا الالحان الجديده بتختاروا شكل جديد عشان تخرجوا بيه تعبروا عن او على غير المألوف يعني عن الشارع نفسه عن
احنا طبعا يعني عايزه برضو اعرف انتوا احلامكم ايه بعد كده، لان دي دايما الفرقه اللي بتنشا في الشارع علشان تطور نفسها وتعمل حاجات اكبر من كده بتواجه صعوبه في الانتقال دي، ولا ده تيار هنلاقيه وهنلاقيه بعد كده في سيديهات وفي اسطوانات عادي؟ لا هو موجود، واحنا فعلا اصلا بننفذ حاجات حاليا دلوقتي ام بي 3، وفي تصوير فيديو كليب قريب برضو ان شاء الله كويس. والحاجات دي اصلا كلها يعني هو ده كله معتمد على الفن اصلا، ده يعني هو الحاله بتاعت الشارع وبتاعت الناس، فاحنا ده اللي هو الشغل نفسه يعني الماده اللي احنا بنستخدمها للناس. عرفني مواقع التواصل الاجتماعي، اليوتيوب، الفيسبوك، فيسبوك، كل حاجه انتشاركوا فيها قد ايه لا الحمد لله الاعداد كويسه، لان في فانز كتير بيجي لنا على الحفلات بتاعتنا بره، ان احنا اشتغلنا في كذا حته ونزلنا جامعات وغير الاوبرا، احنا كنا اخر حاجه في رمضان زي ما قلت لك من شويه، فكان فيها جمهور كويس. جميل قوي، بتمنى لكم التوفيق يا محمد، وبشكر كل فريق رادار ونورتونا في 10 الصبح، شكرا جزيلا ليكم، وان شاء الله نشوف فن احسن وافضل باذن الله في الايام اللي جايه. شكرا جزيلا ليك يا نهله. شكرا ليك يا طارق، وشكرا ليكم اعزائنا المشاهدين، كده بنكون وصلنا لختام 10 الصبح، يا رب يومكم يبقى زي الفل وزي الورد ان شاء الله النهارده، وكله تفاؤل. الى اللقاء.